مرحبا، يعطيك العافية. إن شاء الله تكونوا بخير. هيك منكمش على حالي لأنه بلش الجو بالأردن يصير شتوي، فبردان شوي، فلا تستغربوا ليش هيك. أيوه، بلش الجو الشتوي ولسه يعني جو عمان بردها صعب للعظم، تحسوا البرد بالعظم، كتير جوها قاسي لأنها جبلية، بس الحمد لله الحمد لله على نعمة التدفئة، يعني كل شي مقابل البرد في دفى الحمد لله. موضوع اليوم موضوع برضو هيك جديد، ما بعرف إذا البعض منكم بيعرف عنه، هم بذور النجوم. بس بذور النجوم من يعني كيف بدي أحكي لكم، شو هم يعني بذور النجوم؟ هلأ الكون كله في يعني كائنات، يعني احنا مش مو منا الموجودين على الأرض لحالنا، كل هالكون الفسيح، وحتى أكيد أنا بمؤمن إنه في أكوان تانية كمان، في أبعاد تانية، منا احنا الوحيدين بهال يعني المجرة تدر بالدبانة لوحدها يعني ملايين السنين الضوئية، ناسي بالضبط قديش العدد، والكون عبارة عن مجرات ومجموعات مجرات، كلاستر بسموها، كلاستر اوف جالاكسيز، فيعني احنا الوحيدين. هذا بكون يعني اللي بعتقد هذا الاشي انه احنا لوحدنا بهذا الكون، يعني غرور انه منا، مش معقول هذا الاشي. في كائنات اللي هم بتسموا بذور النجوم على كواكب موجودة. هلأ رح ممكن حدا يسألني، طيب جمانة كيف عرفوا؟ هلأ كيف عرفوا؟ في يعني هذه لسه ما يعني أنا كنت أقرأ يعني، بس إنه كيف الناس عرفوا أسماءهم، أنا باعتقادي ممكن لما الواحد يعمل تأمل بينه وبين حاله، ممكن برضو بالنقوش القديمة، ممكن لسه هاي يعني مش المعلومة مش متأكدة منها إنه في نقوش يعني موجودة إشارة إلهم بالنصوص القديمة وبالنقوش القديمة بالآثار يعني الآثار بالأرض يعني عنهم ولا لا، بس بعتقد إنه في ناس خلال التأمل توصلوا إنه يعني عرفوا عنهم هذا الإشي. وبرضه المركبات الفضائية يعني في ناس بيحكوا انه ايليانز وكائنات فضائية وهم وحوش، مش كلها، وهلا رح احكي انه مش كلها وحوش، لانه احنا يعني العالم لما ربنا خلق كل شيء، خلق اللي هو قانون الازدواجية او قانون الزوجين، الظلام والنور، ففي كائنات نورانية وفي كائنات ظلامية. هحكي بعض من الأنواع أو الأجناس، لنقول هاي الكلمة الأصح، الأجناس النجمية اللي بتعيش على الكواكب بشكل كتير مختصر، لأنه برضو
ما كان عندي وقت إنه كتير أبحث وأكتب رؤوس أقلام، وبرضو هذا الإشي بيساعدكم إنكم أنتوا تبحثوا. ما بحب أنا دائما إنه يعني أعطي المعلومة على الجاهز، إنه كل شيء بالتفصيل عشان أنتوا تبحثوا، يعني البحث عن المعرفة كتير هيك إشي حلو، يعني عشان برضو إذا بتقتنعوا بهذا الإشي أو ما بتقتنعوا كمان هذا إشي بيرجع لكم طبعا. أول جنس، أول شي راح أبلش الكائنات النورانية. في ناس اسمهم البليديانز، بليدانيين، بعيشوا على كوكب الثريا. كوكب الثريا كتير حلو إذا بتشوفوا، بليديز هي بالإنجليزي، هي مجموعة نجوم. يعني إذا أي حدا بيهتم بالأفلاك بالنجوم كمان، يعني حلو إنكم تبحثوا عن هذا الإشي. كوكب الثريا اسمها الخوات السبع، سبع نجوم مع بعض هيك، بمجموعة نجوم هيك صغار، كتير شكلها حلو. هدول البليديانز عندهم قدرات علاجية ومعرفية، يعني هيلرز، يعني عندهم كمية معرفة وكمية وبرضو معالجين. لما بحثت برضو قبل ما يعني أكمل الأجناس، إنه في يعني في ناس يعني من الأبحاث واللي شفتها إنه بعض الأجناس هاي عايشة معنا على الأرض، يعني وفي أجناس لا، يعني جزء منها يعني بيننا، كان نورانية أو ظلامية، وفي أجناس لا بكواكب تانية بأبعاد تانية، وفي أجناس قصدي مهمتها إنه برضو مراقبة، هيك لما قعدت أقرأ إنه مراقبة الجنس البشري لحتى يشوفوا، يعني ما بعرف شو الهدف هذا. كل شيء برضو إشي أنا يعني هاي المعلومات لما بتجيني، أنا من النوع اللي بحب إني أكون حيادية، لما ما يعني لا بآمن فيها 100%، لأنه ما في حقيقة مطلقة. مش مآمنة فيها 100%، ولا برضو بنكرها بقول إنه لا ما في، لأنه زي ما حكيت أنا مؤمنة إيمان قوي إنه الإنسان الجنس البشري مش هو الوحيد على الأرض، مستحيل يعني. فمؤمن إنه في كائنات مثلنا حتى متطورة أكتر منا، في أجناس دونية يعني أو أقل تطوراً. أرجع للأجناس، في برضو جنس اسمهم السيريانز، من سيريان اللي هي كوكبة الشارع اليمانية، هي بتكون يعني بأوجها بيوم 8/8 بوابة الأسد برضو الليون جيت. هدول السيريانز هم عبارة عن جنود السلام، بيس ميكرز أو بيس كيبرز. طبعا كل جنس، مش بس اللي ذكرتهم مهماتهم، لا في كتير أشياء برضو زي ما حكيت عشان انتو تبحثوا إذا كنتوا مهتمين بهذا الموضوع. في جنس اسمه الاركو، اللفظ طبعا دايما ما بلفظه صح، اركوتوبس،
توريونز من كوكب أركوتورس، هدول متطورين يعني بيهتموا بالتكنولوجيا وبالأشياء التكنولوجية والتقنية وهيك يعني، وقادة برضه يعني. في جنس اللي هم برضه الأندروميدانز، هدول سكان مجرة أندروميدا، أندروميدا اللي هي جارتنا، مجرة القريبة من مجرة درب التبانة، وحتى برضو بعد ملايين السنين أو بليارات السنين رح درب التبانة وأندروميدا رح يندمجوا مع بعض. فالله أعلم بهذاك الوقت إذا كان الجنس البشري لساته، الله أعلم، فممكن إنه يختلطوا مع بعض الجنس البشري مع الأندروميدنز. هدول الأندروميدنز محاربين، يعني الصفة أو مهمتهم محاربين بشكل يعني مش سلمي، نقول بشكل نوراني، يعني منهم أشرار يعني. بالنسبة للكائنات الظلامية، أشهرهم اللي هم الريبتيليانز، الزواحف، هم ظلاميين بمهمتهم إنهم يراووا ويسيطروا وإنه يفتعلوا جرائم كمان. طبعا في كتير أجناس ما ذكرتها، في برضو بيقال إنه على كوكب فينوس، في على كوكب فينوس اللي هو الزهرة، في كوكب المريخ، هدول نورانيين، وبرضو في كائنات أو أجناس ظلامية كتيرة. يعني أكيد إنه أكبر من ما يستوعب عقلنا البشري، أنا هذا بتوقع. غير طبعا جنس الملائكة والجن، هذه إشي يعني برضو، وأجناس برضو زيادة غير اللي ذكرتهم بتوقع يعني كمان. وهذا موضوع اليوم، حابة برضو الأسبوع الجاي، ما بعرف إذا بدي أعمل لايف ولا لا، على حسب التساهيل، ما بدي إنه يعني إذا بدي أعمل لايف رح أخبر قبل بيومين ثلاثة، إذا لا يعني على كل الأحوال الأسبوع الجاي حيكون برضو إشي هيك أثار اهتمامي، اللي هم أطلانتس وليموريا، الحضارات الغابرة. فبشوفكم على خير، ويعطيكم ألف عافية. سلام.